الو سقور اخي اخوك مين تكلم؟ انا راسد بن مطلق الغيث والنعم وسبعة نعام. نعامة في راسك عساك العمى. سكر الخط. ارجوك سقر انت يسمعنا، انا يبي يسوي كلام انسان حقوق ما لنا. شب 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 لا شب، وين انت وين انت ايك اكسر حنوتك؟ حقوق ما لنا في بمبي هناك، حقوق ما لنا. اذرف يا اذرف. ارجوك سقر اسمني، انا سكر تليفون الحين يجي ذاك البيت ان شاء الله. شاهين افتح يا شاهين الشوط، هذا الجواز اللي خايفين منه استوى. شاهين اللي خايفين منه استوى. اسمعني يا شاهين اللي خايفين منه استوى، رشود خذ الجواز واكو جاي هدف الرابع، شو نسوي له بدون بريك؟ يطوف اشارات يبي يوصل لفلوس، شو نسوي فيها يا شاهين؟ لك المار شاهين اطلع من الله اسمع افتح صابك وروح المكان انا ما يكلم روح زين. شاهين اعطيك تسليه لانتي محمد بجلك عليه، يلا روح يلا ان شاء الله يلا بسرعه. مليون. شلون مليون؟ تعطي مليون؟ عطاه الله شري شحاجة. تعال بس تعال 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 تقعد تقعد تقعد، من اعطيني فلوس وخلاص. لا يبلا، اول يوقع تنازل يقول لقد اسقط وتنازلت عن كل حقوقي منه. ايش فايدة يا عقب عاد لاخذ الفلوس؟ خلاص بقعد علي تحكي، انا اخو فلان، انا اخو صقر، اخو شاهين، ابوي فلان حق التنازل والمحاير. عقب عاد ايش فايدة؟ كل الناس بتدري وين ودي ويهنا، بيقولوا عندهم اخو دريون. خلني اكمل عاد، اسمع خلني اكمل، اسمع الثاني اسمع الثاني ايش تقول. لازم عقب ما ياخذ الفلوس يوقع ويتعهد فورا حال استلام المبلغ ان يغادر البلاد خلال 24 ساعة، لا ويتعهد بان لا يعود لها مرة ثانية. بيسافر اسبوع وبيرد يرجع. انت صقر تفتكرني انا غبي لا سافر الهند عبالك بخليها انا؟ ما الفربية ولا هو لاحق امه دعمته سيارة. ايه تدري ريحتني، بس ما تشوف المليون وايد وايد والله علي. اي وايد يا صقر، حب يدك مقلوبة هذا اذا وافق، اذا ما اصر وطالب يبي حقوقه من الورث تطلع له ملايين. هالمليون يا صقر اعتبرها بدل فضيحة. زين ايش رايك نعطي المليون بالهندي اوفر لنا؟ لا 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 صقر لا لا، علشان بعد ما نكون ظالمين. لا يا صقر عيب، ضميرنا يعنبنا يا صقر. اخي صقر ساهين وين اخويا شنو؟ مليون جدي حدك خليك هناك. اسمع انت، احنا بنختصر لك الطريق، بنعطيك مليون ريال بشرط انك تسافر الهند وما ترجع. ايه والتذكره مخصومه من المليون. نعم كن في علمك يعني. ايه ايش تبي بعد؟ عندك مليون وواجد فلوس ها؟ اشتر فريجين ثلاثه. اسمع اشتر فريجين في الهند والثالث سوى صدقه جاريه. نعم ايش تبي بعد؟ منو قدمته؟ مليون عندك ايش تبي بعد؟ شنو مليون؟ انا ما في يبي مليون، انا يبي مليونات. ها مليونات؟ اقول لك هذا داش على طمع، يبي مليونات. يقول اعطيني علات عطى طراقات وليك وين مليونات. انا في طمع من شان اخوه اسره اهل، انا في استعداد اسوي تنازل عن كلش فلوس مقابل انت يعطي اخوه. انا يعطي انت الثروه انت تجيب اخوه، وبالتنازل عن كل شيء نظير الاخوه. الاخوه موجود، كل شيء متوفر وموجود ولله الحمد. نعم ايش كم كيلو اخوه تبي عندنا موجود؟ درامات اخوه واقفه كاي ها كلها اخوه. هذا صقر عادي يلا، بس انا يبي انت اخوي ساهين وصقر سوي جيم معانا من شان خطبه
أنا جود واحد عروس سوي زواج إن شاء الله. ها؟ من عيوننا حاضرين شيء ما في فلوس إحنا حاضرين تحت أمرك. نعم حلو هاي خوش طلب. بس أنا يبي شيء بسيط من شان ما في فشل تكاليف مال زواج. شنو يبي؟ أنا ما في يبي واجد. ها يبي 2 خروف هرفي داخل صغير، شوي دهنود، شوي عود، بعد يبي 200 ريال عشان سوي نقود مال التقاليد مال البلاد. ها بنقط نقود القهر، سوي نقطة من شان راشد ولد مال القهر. حاضرين حاضرين بنعطيك. حاضرين شنو العبالة؟ ليش شنو نعطيه نقود وبقالة؟ يا يا يبلون فاتورة. اسمع أنا نريحك احنا ونرتاح. ايه؟ بنزوجك قطعي. يعني نعطيك مبلغ من المال ونتصرف، 2000 ريال كفاية. ها و500 من عندي بعد ايش تبي؟ بارك الله فيك يا طيب. تسلم. صراحة طموح ان شاء الله. ها لكن متنازل عن كل شيء؟ كلش الا وقود حياتي اخوتكم. تنازلتوا عن دخلك؟ حاشر نفسك ايش حقك؟ تنازلتوا شنك تنازل عنه؟ يا القميص هاي شعر الكورنيش معلمي فاهمه يا صقر. تنازلته قصد راشد على لسان راشد. العقد يقول كذي صح. انا اسف اخي راشد، اسف اخي. تنازلت عن كامل حقوقي من ميراث والدي ونصيبي من هذا الميراث لاخوايا صقر وشاهين ابناء مطلق. مشكور يا اخوي راشد، جزاك الله خير. هذا والله محامي الشركة نشاطة. خش خش محامي الشركة. اسمع اسمع هياي. كمل كمل يا ابو الزواهر كمل. حاضر. نظير ما قدماه لي من رعاية منذ طفولتي. حلو. نعم. ونظير كرمهم في استقبالي والحفاوة. حفاوة. حلوة الحفاوة. خش الحفاوة زين الحفاوة. شنو الحفاوة؟ ايه طول بالك بصوقي وقت المزح. لا لا صادق. ايه. ممتاز ممتاز كمل كمل يا ابو زوهير كمل. خلاص بس بس باقي يقرا ويوقع ويبصم. شو يقرا بعد؟ هو موافق على كل شيء راشد. انا ما يبي سي، كل شيء انت يبي يكتب داخل ورقه. لا انا في توقيع ان شاء الله. عادي يبا ولا عادي ايش دعوه؟ ايه بس يعني لازم يقرا. ايش حقه؟ لحظه اخوي راشد، تبي تقرا التنازل؟ كلا كلا سيدي القارئ، لأن ما أريده ما في بشر يقدر يسوي كتابة في ورق. الحب والأخوة. سمعت؟ الحب والأخوة. الحب والأخوة. الحمد لله. أقول صقر ما بغينا نرتاح. أبو زواهير نبصم أخونا راشد. هلا أبو رواشيد. تفضل حبيب قلبي. أعطيني إصبعتك. أيوة. أعطيني تانية كمان. أعطيني هلأ 3 هدول سوا. هذا كثير يا أخي. لا لا بعد بعد خلصنا الحين إحنا اليد، باقي بعد البصمة الحديثة الوجه. بزواهر. ها. بصم الوجه عندك الخشم صوب. خشمك حبيب قلبي. انفك ابو رواشيد. اخي الصقر سوي مسخره. معلش اخوي معلش. انا حاضر من عيوني ولا استعوي بصمة حديثة. اخاف بعدين يزعل اخوي راشد. تحت اسمك حبيب قلبي ابو رواشيد هوني. نعم. التنازل. ايوه. اخي اخي صقر سوي مسخره ولا ايش؟ استاوي اخوان عادي. مبروك 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 ابو الرواشيد حبيب قلبي. ولا راح تمكون يلا. بارك الله فيكم اخي ساهين. اخي صقر انا الان الحمد لله واجد في سعيد الحمد لله، خصوصا انت تجي معنا من شان اهل مال بنيه مال اروس. اخوي حاضرين حاضرين بنروح معاك. ليش لا تستاهل، بس انت حدد الوقت وقول له. احمدك يا ربي. هذا حب يروحون معه. صور قدام تنازل عنهم بيصيرون مثل الكلاب.
بيقلقسون وراه، كلاب لابسين ثياب بيروح هو ما يروحون، تنازل عنهم، حسبي الله ونعم الوكيل. ملايين ملايين يا ابو سالم اللي تنازل عنها رشود. يا عرفت انا ولدي مطلق بيتعذب بقبره. يا ابو مطلق راشد يسوى ملايين، الريال هو اللي بفلوس. نعم نعم صحيح، ما شاء الله عليك يا عمي، على قولة قايل ملون اهبها وير عشان صاحبه ماله هو. شنو؟ شنو خرابي؟ حب حوير، حب الحوير من حب صاحبه. المهم يا ابو سالم، كم مهر سبتوه؟ انت امر وحدد وانا حاضر. يا الله يهداك يا ابو مطلق، انا لو همي الفلوس كان لوست علي ولد عمه، لكن انا بريان يحافظها ويصونها، هي غالية علي وايد يا ابو مطلق. تسلم تسلم عمي تسلم، سلط على ابليسك ما شاء الله الحمد لله. شنو؟ شنو قلت؟ سب الريال سلط الله على ابليسك، هذا حجة عاد. انا يسب مسامها امي ولا ان شاء الله ما به كسور ان شاء الله الحمد لله. كملت مطبخنا وانت كله ترى فيه بعد تسب وتشتم، لا حول ولا قوة. ما عليك بس يا ابو سالم يعني كنك اصيل، اللي ما خيبت ظني فيك، اصيل ابن اصيل. خلاص يا ابن الحلال، المهر عندي وانا ابو هندي، والملكه عقب باكر. شنو هذا؟ راح الشر، خلي الشر وراح، خلي الشر وراح يا ابوك، خلي الشر وراح يا ابوك. افتح الوجه. إذا مريت صوم الدار الأول زوم الدار تدري زوم. أيوة بشعلك غني بغن غن، خلاص تطمن أكيد. الحمد لله كابوس ونزح. نعم بس أهم شيء ورقة تنازل وين؟ موجودة عندي بالحفظ والصوت كل شيء. عاد شو اعطيني؟ كل شيء من الورق قاعد يا صقر. عفوا عليك. نعم. هي خلاص افتكيتوا، لا في لا جسوم ولا رشود. خربط حياتنا الله يخربط حياته. اي والله وانت الصج. الحين عاد خلاص ما بناقصكم شيء. نعم. نعم ابد. ما بناقصكم شيء. كلش كلش. دور فيها يا الشمالي دور فيها. والله. يلا بعد ايش تبون؟ الفلوس صارت كلها صوبكم. ها؟ ايش تنطرون؟ يلا ابتدوا في مشروع العود. اللي هو مجمع القيس التجاري. يلا عاد حطوا فلوسكم كلها واشتغلوا. لازم يشتغلوا. انتوا ما تقولوا ان الوفد الكوري اللي بيسوي المجمع وصل؟ امبريتو دافق الى الملامه قيادات تشارين. سلام انا بتمنما. يا زهير ايش فيه معصب هذا؟ بعدين قول له ما هو بمعطينك بالتومار، بنعطيك بالريال. ايش نعصب علينا؟ ايش سوينا احنا قاعد اجتماع؟ تعال تمنى يا صقر. يا صقر خلاص بيذبحونك بيلعبون لك كاراتيه هذيل. طيح الترفس. ها ابو الصواقير حبيب قلبي عم يقول هو انه نحن مو جادين بالمشروع لانه صار له سنتين. زين قول له عندنا ظروف. ممكن يبي الى سبا طلبك لي ببقى كده ندلواره بيوصل لتوارس كلان ولا لا بلاش اللي بتبي هلا شكل بلا بلا قهرني. ليش يعصب عليك؟ عصب على ابو زواهر؟ خليه يعصب على ابو زواهر. يا صقر تمام ما بمان اجتماعات سيبك وياي يعني. انا قاعد بس قعد سامحني قلت له انا قلت له ممنوع تعصب هيك على رؤسائي لانه ما بحبوا هذا التهديد. كذاب شوهين حبيب قلبي انت. بس عم يقول انه خلال 24 ساعه لازم يتحولوا الفلوس تبع المشروع والا بيفسخ العقد. بتعرف قال بكره الصبح الساعه 10 لازم يكون الفلوس بالموقع. بكره الصبح الساعه 10 ايه يا زهير قول له انت بس يعطينا فرصه يومين بس يومين نو وي يومين. طيب اللي بليزي دي بلا بس تلاش لو بدنا دلوت اورس. عم يقول انه قال معقول شركه كبيره وين الاحتياطي الاستراتيجي تبعها من الفلوس؟ لا اسمع متاكد هاي وقت ايه متاكد بيهم مطار والزواهر متاكد وقف ايه قصر علينا انت. ليش هات شايفهم عشان محلاقين في نجمه يا فضحتني يا سيدي. بس تواليت عندنا. لا يا يبا وقف انت قول لهم بنحاول بنحاول. نعم يلا ورطه يا زهير ورطه. اخاف انا صقر يشيك على الفلوس ويكتشف التحويل يا زهير. حبيب قلبي ابو الشواهين ولا همك ولا تزعج حالك، انت من بكره الصبح بتروح على البنك وبترجع التحويل، وهون حفرنا وهون طمرنا.
شوف انا ورطة يا بكر، قول لي شو اسوي؟ المشروع ضخم، واكيد شاهين الحين محتاج يلم كل فلوس الشركة، واذا لمها اخاف يكتشف ان احنا اخذنا. يا بكر ما في سوي رفشة يا امي، سوي نفر مزبوط، صبروه البيت، سوي ترجيف فلوس، بعدين خلاص شهر ما يجي داخل دار. صباحك الله بالخير. صباح النور يا طويل العمر. المبلغ تحول بحساب الاولاد بسويسرا. ها لا 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 ارجوك لا 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 خير ما عسى ما شر. لا شر، بس صار عندي شويه غلط في الحسابات، فابي المبلغ يرجع في حساب الشركه لو سمحت. ارجوك. اوكي ما عليك طويل العمر، احنا اهم شيء عندنا خدمه الزبون ورضاه الزبون ولا يهمك حد، بس في شويه اجراءات توقع لنا الاوراق عليها. وحياك الله. اوقع لك. حاضر بسرعة، بس عشان يعني ما سلام. اوكي خمس دقائق بتم عملية التحويل ووقف التحويل وبعطيك اياهم ان شاء الله. انا بس اسلم على المدير وارجع لك. شكرا. اوكي مع السلامة. خلصت اوراق الغيث؟ ايه طول العمر، تحول المبلغ بحساب الشركه. صبر خذ الاوراق. حلمان يا اخوي ما اعطيتني اوراق. يا اخوي انا مسلمك الاوراق بيدي، مش ولد الغيث انت. اي صقر الغيث نعم، بس ايه سلمتك الاوراق وعملت التحويل وسلمتك الاوراق بيدك. يا حلمان يا اخوي ايش ماكل الصبح انت؟ الله يهداك. دور زين الله يسلمك. يا ابوي انا دور، بس انا اعطيتك اياهم بيدك يا طويل العمر. الله يهداك. شوف عندك صبر يا طويل العمر. صبر يا حمدكم البيزات. ايش كاتب يا طيب؟ كاتب صقر الغيث. أنا اسمي شاهين صقر ذاك أخوي. أو متأسف يا أخوي، أعطني الورقة. شاهين. أي نعم أنا شاهين. تفضل، هي ورقك يا شاهين، هذه ورقك يا صقر، حصلتهم. أنا متأسف أنا غلطان. صقر؟ شاهين؟